ليش انت صعب علينا؟ اذا ما راح تسوي انيميشن درجاتك مو للانيميشن فقط، للرسم والانيميشن، ليش ما ترسم في القناة حتى؟ ليش ما ارسم؟ لحظة، ليش ما خطرت الفكرة من البداية؟ بما انه قناتي مو للانيميشن فقط، للرسم والانيميشن، فاليوم راح يكون الفيديو الرسم. وراح نرسم. فكرة الفيديو هي اني اختار مجموعة من اليوتيوبرز واحول الجنسية تبعهم، يعني من بنت لولد والعكس صحيح. عندنا 4 يوتيوبرز لهيدا الفيديو، اذا تبون فيديو تاني قولوا لي في الكومنت وليتس جو. يلا نرسم. ونبدأ بأول يوتيوبرز نرسمه واللي هي زهرة يونيك. زهرة يونيك فتاة لطيفة جدا وحبوبة جدا ومسالمة، بس المشاكل تيجي ما عندها بالغصب، فخليت أنا الوضعية وملامح الشخصية مسالمة ولطيفة جدا، يعني بحيث أنه يكون ولد لطيف وما يحب يأذي أحد وملامح بريئة جدا. سويت سكتش اللي هو جدا مو زي التحبير. انا هكذا ارسم السكتش وبعدين التحبير بشكل ثاني، فالتحبير هي اللي يظهر المعنى الاصلي للرسمه. فخلت الملامح متوتره شوي عشان هي دائما يكونوا الاشخاص البريئين واللطيفين كذا، يعني كده ابتسامة لطيفة خفيفة متوترة في نفس الوقت. أما الشعر خليته قريب جدا من الشعر الأصلي، مجعد شوي وممدود شوي، بس بطريقة ولد، يعني أكيد راح يكون بطريقة ولد. المهم إنه خليته بنفس تشكيلة الشعر بس كولد، فاهمين؟ ما أبي أشرح زيادة. المهم سويت الشعر، رسمت الشعر وبديت في الجسم. الملابس حرفيا زهرة يونيك كلها ملابس بنات، ما فما أقدر ألبسه إياه هذا الولد اللي هو زهر، رسمته زهر. ايش في؟ صاحي تبغى كف؟ الملابس سويتها، هذه الملابس العادية تلبسها زهرة يونيك في فيديوهات او في الثمنيل او الصورة المصغرة، اللي هو تيشيرت عادي اخضر. سويت هذا التيشيرت وحبرت الرسمة، وهذه كانت نتيجة التحبير الاخيرة. اما عن التلوين فحاولت اسويه كرسم مسرع، فما عندي وقت حرفيا، عندي كثير ناس ارسمهم. ويا هذه كانت نتيجة الرسمة بالتلوين. ونبدأ باليوتيوبرز الثاني اللي هو أديب. المهم حولنا أديب لبنت، بحسب أديب اللي هو شخصية دائما تصرخ في مقاطعه وأحسها يم ترغي عفوا أديب، يعني كثير تتحدث، فحاولت أني أرسم بنت من هذلك البنات اللي كثير بيتحدثوا، ويعني خليت أفمها مفتوح كذا عشان إن هي بتتكلم. أما عن الشعر فخليته كيرلي أو مجعد مثل الشخصية الأساسية حقه، وحاولت إني أضبطه وأخليه كشعر بنت. أما العيون كذا خليتها فاتحة شوي، بعدين رح أعدلها. عن الملابس خليت نفس الملابس بس يعني بطريقة أمثاوية، تيشيرت وردي عادي جدا. وهون مع التحبير في هذه الرسمة عكس جدا عن الرسمة الأخيرة، هذه سكتش يبدو واضحة جدا بس شوي كذا. أما بعد التحبير خليته جدا جميل. التحبير أنا عندي أكثر فقرة ممتعة جدا في الرسم، أحب جدا التحبير. التحبير أحسه كده يعطي طابع للرسمة، يعني يعطيني النتيجة الأساسية اللي أنا قاعد حين أرسم فيها، وتحلو أكثر الرسمة بعد التحبير. نرجع للرسمة. أديب
خليته كذا مثل ما تشوفه، وفم مفتوح كذا يخنه يصارخ كذا أو يهرج مع الفريندز حقه. فنخليكم شوي مع الرسمة ونرجع. عدنا للرسمة. هذه هي النتيجة الأخيرة للتحبير. أما التلوين زي أول، يعني سرعت بطريقة مسرعة جدا التلوين، وهذه هي النتيجة الأخيرة للرسمة بعد التلوين. وننتقل ليوتيوبرز اللي بعده. اليوتيوبرز اللي بعده اللي هي مفضل جدا لإلي، بيرمو. بيرمو مدري أحس ذكي دكتور، أكيد راح أسوي له نواظير. فأصلا في نظارات في الطبيعة، فحاولت فخليت الرسمة الأساسية اللي هي بنت فيها نواظير كده وماسكتهن، يعني النظرة هذيك الواثقة من نفسها. المهم خليته جدا يعني من هذاك البنات الواثقة نفسي والذكية في نفس الوقت. سويت له نواظير أو نواظير نظارات، وخليت الوضعية كده يعني ماسكة بالنواظير وكذا، يعني على أساس إنه واثق من نفسه. وخليت الشعر نفس الشعر تبع بيرمو كذا، يعني كيرلي شوي كيرلي بس في البنت، يعني طولت الشعر خليته طويل عشان يبان زي البنت. وأما التيشيرت خليته نفس التيشيرت تبعه اللي هو خليته قميص عادي اللي هو ظهوره في مقاطعه. بديت في التحبير، والتحبير جدا بين الرسمة كتير، طلعت نتيجة حلوة في الرسمة. بديت أحبر، ونخليكم الرسمة شوي أو نتحدث عن بيرمو. بيرمو كتير يوتيوبرز مفضل بالنسبة لي، يعني كنت أول شخص أتابع في اليوتيوب كيوتيوبر. يعني مثلا أقولك مثلا تابعت أول ما فتحت اليوتيوب تابعت مثل أبو فلة أو يوتيوبر حقيقي، لا أنا أول يوتيوبرز في اليوتيوب بشكل عام أتابعه بيرمو، ولي جدا أدمنت على مقاطعه، ختمت كل مقاطع حرفيا. نزلت مقاطع عندي في اليوتيوب وأشوفها من بين فترة لفترة. تخيلوا أنه تقريبا 4 شي من مقاطعه عدتهم للمرة المليون، يعني تقريبا على الأقل عدتهم 330 مرة، مو 330 مرة. يعني جدا كنت مهووس بمقاطعه، والحين صار يغني لنا كتير موهوب. أحب جدا أغاني أنزلهن، أي أغنية تنزل أنزلها عندي في الجوال وأستمع لها مليون ألف مرة حرفيا. تخيلوا أني خلي ألبوم لحاله اللي هو مكتوب اسم بيرمو سالفة، اللي هو في إيش، في أغاني أستمع كل يوم، ضروري كل يوم أسمع لأغانيه حرفيا. أغانيه جدا أحبها، مرة جميلة. استمر يا بيرمو، غلنا وسوي لنا انيميشن، بس سحبت شوي علينا، لا تنسى ترجع.
المهم نرجع للرسمة الجديد، حبرنا الرسمة كتير طلعت جميلة بالنسبة لي، وياه هذه كانت نتيجة التحبير الأخيرة. والتلوين بعد سرعته وخليته بشكل مسرع جدا، وهذه كانت النتيجة الأخيرة للرسمة. وياه هذولا كانوا الثلاثة اليوتيوبرز، كان ودي أرسم أربعة بس الوقت ما في والوقت طول جدا، فهذا كان أطول فيديو حرفيا أنزله. أتمنى أن يعجبكم الرسمات، أتمنى بيرمو وأديب وزهراء أن تعجبها الرسمات اللي رسمتها، وما حد يكتب لي في تعليقات أنت استغفر الله، هذا للمزح فقط الفيديو. ويا هذا كان الفيديو لهذا اليوم، أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.